تعال نشوف الزغلولين دول. الزغلولين دول فقسهم من امبارح، اهالي ما اكلتهمش. تعال نشوف، شوف لسه يعني بقاله يوم ولسه الاهالي ما اكلتهمش. طب ليه الاهالي ما اكلتهمش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم، ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهاردة، ازاي ننقذ الزغلولين دول. الزغلولين اهاليهم سابوهم وتركوهم ما اكلهمش او لاي سبب. تعالوا اما اقول لكم اول حكاية الزغلولين دول ايه، ليه الاهالي دي ما بتاكلش الزغلولين دول. ده اكيد في سبب. السبب اللي عندي حاليا ان البطين كانوا مش بتوع القص ده، البيضة بتاعت القص ده بقالها حوالي اسبوع، لكن الزغلولين اللي فقسهم مش بتوعهم. الزغلولين دول طبعا فقسهم بعد 18 يوم، فبالتالي الاهالي ما كانوش لسه جهزوا من اللبه. طيب تعالوا نشوف هم كانوا الكرتونه دي، كان البطين كانوا هنا في الحته دي اللي هم الزغلولين اللي فقسوا دول. فانا وانا بتابع لاحظت ان في ذكر طار مني، الباب اتساب مفتوح وفي ذكر طار، فالنتال وحدها رقدت على البيض يومين، فقلقت الذكر ما رجعش، فطبعا سابت البيض وقامت من على البيض. فطبعا انا انقذت البيض، ما لقيتش المفروض انقله مع بيض في نفس العمر او انقله مع حاجه اللي هي تقدر تاكلهم. فانا نقلتهم الحمامه دي. ليه نقلتهم للحمامه دي؟ انا لقيت الحمامه دي تحتها بيضه واحده وغالبا البيضه فارغه فاسده، فانا كنت سايبها احتياطي، لكن هي مش هتاكل الزغاليل دي، لا هي ولا الذكر بتاعها. القص ده مش هياكلهم. ليه بقى مش هياكلهم؟ لان اللبه ما بيتكونش. حصلت الاهالي اللبه اللي هو او التلبين اللي بيعطى للزغاليل مش بيتكون غير بعد ما يرقد الحمام 18 يوم على البيض، وهي راقده بقالها على بيضتها دي حوالي اسبوع بس، فبالتالي هي مش هيكون عندها اللبه موجود. فاحنا في البدايه لو في زغاليل في نفس الحجم او في نفس العمر هننقل معاهم، لكن مفيش، فانا هضطر ان انا اخد الزغلولين مؤقتا أأكلهم وأرجعهم تاني. هنشوف هننقذهم ازاي وأكلهم ونرجعهم تحت الدفا بتاعها. مهم جدا، أنا محتاج الدفا بتاعها، محتاج الدفا بتاع الأهالي. أهو بالظبط كده، هشيلهم بحرص وأحطهم. الجو برد جدا النهارده، فأنا بتصرف معاهم بالطريقة دي. طبعا الزغلولين بتوعنا جعانين جدا، فاضيين تماما تماما تماما. اهو لو شفنا مفيش خالص، مش في اي اكل، لسه ماكلش خالص. فلازم اول وجبة دي تكون بحرص، بحرص جدا جدا جدا، وإلا لو ما كانش عندك خبرة هيموتوا منك. لو ما اكلتوش هيموت. عندي طبعا زي ما حضراتكم عارفين المبسم السيليكون ده، مبسم السيليكون ده اللي مهم جدا للزغليل اللي هي من عمر يوم. ده بيتركب على اي سرنجة زي كده، تمام؟ اهو اي سرنجة، سواء 3 سنتي 5 سنتي 10 سنتي 20 سنتي، اللي انت عايزه الموجود. وده الميكس اللي انا بستخدمه، تمام؟ لو مفيش الميكس انا هعمل ايه؟ انا هعمل بالشيء اللي موجود كل الناس تقدر تجيبه، اللي هو كيس حليب او لبن جاف. هنقص، خلي بالك من الطريقة كويس جدا، مهم اوي 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 اوي. هتنقذ زغلولين، لو عندك زغليل بألف جنيه هتنقذ زغلولين زي دول. هتحط طبعا، هو في البداية مش بياكلوا كتير، اول وجبة دي بتكون يعني اقل القليل، لازم ما تكبس عليه في الاكل في البداية، ويكون معاك مية دافية، لكن تكون مية دافية فترة علشان الزغليل ما يبردوش ويموتوا من البرد. الاكل ينزل عليهم بارد ونضيف عليها مية قليلة جدا، بحيث ان انت تخليها زي الحليب، وهنقلبها لحد ما يصبح كأنك انت بتعطيهم شربة حليب كده بالشكل ده. نقلبها تماما وهنسحب بالسرنجة. زي ما قلت لحضرتك هو بياكل وجبة صغيرة جدا جدا، الله يكون في عون الاهالي. يعني هو الموضوع متعب مرهق بالنسبة للمربي لما يمر بالظروف اللي زي دي، فالافضل طبعا ان الاهالي هم اللي يوكلوهم. لو انت قدرت
لو عندك قص تاني شغال ومعاه نفس عمر الزغاليل حط تحته، لو معاه زغلولة معاه اتنين حط تحت القص اللي شغال. هنعطي للزغلول ولو نص سنتي، وتكرر العملية دي لو تقدر اهو. كن بحرص جدا ما تكبس عليه قوي، لسه اول مرة ياكل. تمام، فانا اعطيه شوية شوية، موضوع كده ايه سقسقة. لو عرفت كل ساعتين تعمل له شوية زي دول يبقى كتر خيرك قوي. لو عرفت كل ساعتين او تلات اربع مرات في اليوم لو انت مش فاضي. ببسم السيليكون ده يا جماعة سحر، قبل ما نعرفه مش عارف كنا بنعمل ازاي. بننقذ الزغلولين طبعا، المية دافية يا جماعة، بحيث ان انت تحط المية كده زي الرضعة بتاعت الطفل اهو، تستحملها وتكون دافية ما تكونش باردة ولا سخنة. تمام، شوفها على جلد ايدك كده. طبعا الزغلول زي ما قلت لك مش متعودة على الاكل، فاحنا بنعطيها قدر قليل جدا، وبترجع بعد شوية نعطيها تاني لحد ما تتعود على الاكل عشان ما تموتش منك. لو عندك زغلولين بألف جنيه تنقذهم حرام، ايا كان نوع غالي نوع رخيص انقذ الزغاليل. طبعا انت انا ما بنصحش بقولكش اعمل كده الا ان كنت مضطر، لكن الاهالي طبعا تصغيط الاهالي افضل بكتير من اي تصغيط تاني. احنا بنضطر نكون مضطرين، لازم تكون جاهز لاي طوارئ. تمام، شوف انا بعمل له نقطة بنقطة، ولو الزغلول معكوك كده ننضفه، واهم حاجة ترجع الزغلولين تحت الاهالي. بسم الله ما شاء الله كل. حاول كمان الليلادي، احنا دلوقتي بالليل، نحاول كمان الليلادي نعطيه نزوده تاني لحد ما نشوف الاهالي دي. لو فضلت اتعامل معاه كده اسبوع ماشي مفيش مشكلة لحد ما الاهالي تبدأ تأكله، لكن خلي بالك الاهالي اللي هي ما رقدتش على البيض 18 يوم هتبدأ تأكله. لو اكلته هتأكله دورة خشن، مش هتأكله الناعم ده، فهو محتاج اللبة ده اهو. لو شفت ازاي كأن فيه بقى اللبن جوه الحليب ابيض اهو. شوف الزغلولين كالوا ما شاء الله، الوقت نلحق بسرعة نحطهم تحت الاهالي في دفى الام. طبعا اهم شيء ان يرجعوا للدفى بسرعة. نحطهم تاني برضو، هنسيب لها البيضة بتاعتها عشان ما تقومش وتسيب الزغلولين، لان هي رقدة علشان البيضة بتاعتها. ارجو انك تكون استفدت من الموضوع النهاردة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.